الإشارة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، نقف اليوم في توديع شيخنا وقائدنا مجاهدنا الشهيد بإذن الله الشيخ إسماعيل بن عبد السلام هنية. كان يطلب الشهادة موانها ولم يقصر في طلبها، واليوم نالها، نحسبه كذلك والله حسيبه. وقد نال أشرف المنازل في هذه الحياة الدنيا بقيادة هذا الجهاد وقيادة هذه الحركة المباركة، وبما تبرأ من قيادة الشعب الفلسطيني عندما كان رئيسا لحكومته كذلك. هذا الرجل القائد الكريم القائد العقل الواسع وذو النفس الإيجابية وذو السماحة والفضل، خص الله سبحانه وتعالى بكثير من الخصائص تقتضي أن لا يموت إلا هذه الميتة الرفيعة، ميتة الشهداء في سبيل الله. فخصه الله في هذه الحياة بكل هذا الفضل وبكل هذه المكانة، والأعمار مقدرة لا يتجاوزها أحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أكمل أعماره في زين العمل وهو مدبر غير مدبر في نصرة هذا الدين وفي نصرة هذه القضية وفي الدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية. استشهد في أثناء هذه الحرب التي مضى عليها الآن 27، أقصد 10 كاملة، 300 يوم من اليوم، وهي تريد الحرب والنسل، والعالم كله متمائل على أهل الدعاء غزة وعلى أهلنا كذلك في الضفة وفي القدس. وهذه الحرب هي حرب عبادة جماعية وحرب عالمية يتفق عليها قادة الشر في العالم كله. وقد قتل مقدورا رضي الله عنه وارضاه ورحمه وجعل الجنة عار الجنة مثواه، وهو بذلك موقع بالدم في هذه الحرب، وهو سيكون أبرز شهدائها لما يحمله من شأن هذه القضية كلها وبنصرة هذا الدين وبنصرة مقدسات المسلمين. عرفناه طيلة حياته في هذا الدرب وعلى هذا السبيل، عرفناه أيام كان مرافقا للشيخ أحمد ياسين، ثم بعد ذلك عندما كان رئيس الوزراء، ثم بعد ذلك وهو يقود الحركة في غزة، ثم بعد ذلك وهو يقود الحركة في كل مكان بعد أن استلم لواءها. وعرفناه في هذه الحرب وقد استشهد أولاده وأحفاده وأقاربه، وهو صابر محتسب مبتسم يستقبل كل حدث براحة بال. عندما بلغه استشهاد أولاده وأحفاده قال كلمته المشهورة ودعا لهم يعينه الله على ما قدموا عليه. وبذلك يعلم أن استشهاده إنما هو حياة متجددة واستمرار للنهج الذي كان عليه. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمانية أيام فوقف على شهداء الأخر فصلى عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء بأن صدق الله ما بايعوه عليه. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله
غزة ومقاعدة الذين كانوا دائما في المقدمة وكانوا يطلبون الشهادة ومرامنها فاستشهد على هذه الأرض القاهرة الشيخ عز الدين القاسمي فقال عز الدين القسام واستشهد عليها كذلك الشيخ بن حسيني واستشهد عليها الشيخ أحمد ياسين واستشهد عليها الدكتور عبد العزيز المتيسي واستشهد عليها أمراءه من القادة الأبرار وها هو أبو العبد يوقعه الدمع في هذا الوقت العصيب في وقت اشتداد هذه المعركة والحرب على شبهها لم تضع أوزارها بعد والمجاهدون أيديهم على الزناد في وجه القوة الاستكبارية والظلم الغاشمة الظالمة وهي قادمة لمختلف أعجاء الأرض والفنجان كذلك مما يشكره أهلنا بغزة من الأقربين قبل الأبعدين وغلظ القباء شد وغاضة على المرء من وقع الحسام المهند ولكن الله ناصره واستشهاد أبي العبد في هذا الوقت دليل على قرب النصر وأن الله سبحانه وتعالى سيمكنه من جناب أعدائهم قتلا ونسرا ويحرر بهم الأسرى والنسرى ولا شك أن الذين يستشهدون على هذا القريب إنما يختارهم الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين إن طريق الجنة مفروض بمكاره كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلفت الجنة بمكاره وخلفت النار بالشهوات وإلا هذه الحركة دائما يسبق فيها قول الشاعر ليس الكريم على القناة المحرم فتقدم قادتها واحدا بعد واحد ويسبق فيهم قول القائل وما مات منا سيد حتى عوفه ولا طلبناه اللقاء قتيل وإنا لقوم ما نرى القتل سكة إذا ما رأته عامر وسرور يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتقول يقولون أرواحهم فداء لهذا الدين وفداء لمقدسات الأمة الإسلامية وهم رأس الحولة في هذا الوقت في هذه الأمة ولا شك أن وراء أبي العبد من الرجال الأكفاء من يحمل هذا اللواء وعلى هذا اللواء من يقع على الأرض وإنما يسلمه قائد إلى قائد ويقوم به من يسلك الطريق ويشق طريقا جديدا ويستمر في رفع هذا اللواء وفي هذا المشوار الذي نهايته النصر العزيز والتمكين لهذا الدين فلا نهاية له قبل ذلك فلا يمكن أن يتوقف هذا الجهاد وهذه المقاومة الشريفة على أرض فلسطين المباركة إلى بانتصار كامل وتحرير لكل الأرض وتحرير للمقدسات وإخراج للمعتصمين لهذه الأرض وإسقاط لهذا الكيان الغاصب الجاهلي ورد للمعتدين من حيث جاءوا وهكذا يكون النصر القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. إننا إخوتي وأخواتي في هذا الوقت العصيب لا يسعنا ونحن نستقبل استشهاد أخينا أبي العبد ومرافقه أخينا الوسيم إلا أن نرسل رسائل سريعة منها إلى المجاهدين في غزة وفي كل فلسطين أن أبا العبد كان معكم حيا وهو معكم ميتا بروحه وتستشهدون قرآنه ودعاءه ودعاءته وصلاته كما قال الشاعر في استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحوا بعشرة عمان السجود به يقطع الليل تكفيرا ويقطع الليل تسبيحا وقرآنا فأنتم مسؤولون لا محالة بوعد الله والله لا يخلف الميعاد فقد قال سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لا يسر في القتل انه كان منصورا ورسالة الثانية لأهل المرابطين في المسجد الأقصى والقدس الشريف
فإن قضيتكم قضيتنا جميعا، وإننا جميعا سائرون على طريق هذا العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفقنا أجمعين الشهادة بسبيله مؤمنين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإن مرابطتكم في هذا البث بالأقصى المبارك لسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء وقمته الأولى شرف لكم. وإن من استشهد من الشهداء إنما يشق الطريق لمن وراءه، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى فاتحون ويدخلون المسجد مكبرون مهللين ويسجدون سجود الشكر بالفتح في جنرات وساحات المسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا. والرسالة الأخرى للحركة الأسيرة لإخواننا الأسرى، إن قائدنا أبي العبد كان يحمل قضيتكم بين ضلوعه، وكان يهتم دائما بالسعي لتحميلكم في كل أوقاته، وإن ذلك أمانة تركها وميراث لكل من يقود هذه الحركة وكل من يشارك فيها، وهي أيضا أمانة في رقابنا جميعا نستمر عليها. ثم بعد ذلك رسالة أيضا إلى الأمة الإسلامية، إن هذا الجهاد إنما هو طريق الشعب، وهو أشد الامتحانات وأشقها في هذه الحياة الدنيا، ولكنه طريق شرف لا يناله إلا من اختاره الله له، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. ولذلك يحول الله بين قولي وبين هذا الجهاد وبين الاستشهاد، لأنه لم يره أهلا لذلك ولا يستحقون هذا الشرف. ولهذا قال الله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفق عن من أفق. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم قائدنا وأن يكثر عليه النور بسبب السرور بقبره، وأن يغرقه روضة رياض الجنة، وأن يفرحه بأهله وبحركته بخير، وأن يعرض الأمة خيرا، وأن يبارك في القادة الذين يحملون هذا اللواء من بعده، وأن يرفع درجاتهم الصالحين، وأن يمكنهم من أعدائهم، وأن يمكن أعمالهم بعده على طاعة الله حتى ينصرهم الله وينصر دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين جميعا، وأن ينصر إخواننا في غزة وفي الضفة وفي المسجد الأقصى، وأن يمكنهم من رقاب أعدائهم أجمعين قتلهم والأسرى، وأن يحرر بهم الأسرى والنسرى. أسأل الله أن يفرج عن إخواننا الأسرى أجمعين. أسأل الله أن يبارك على آل يهيمع وعلى كل أهل غزة، وأن يطيل أعمارهم بعد الشهيد على طاعته، وأن يحفظهم من بين يديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ويعيذهم بعظمة الله أن يتاهوا من تحتهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي أمانة اتصلني الرئيس الميداني محمد بن الشيخ بن أحمد بن مزواري إلى الذهاب إلى البلد، وأمرني أن أبلغ آله هي وأبلغ قيادته أيضا تحية له ودعاءه والسلام عليكم ورحمة الله.